الو يا باشمهندس خالد، ايه في ايه؟ ايه؟ غرقت؟ غرقت قبل ما توصل اليونان والناس اللي عليها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب اقفل يا باشمهندس، اقفل انا جاي لك. اقفل انا جاي خلاص. في ايه يا علي؟ المركب بتاعتك غرقت؟ مش بتاعتي. امال انهي مركب؟ دي اقدم مركب عند البارون، غرقت بالرجاله بتاعتها. ازاي؟ دي احسن مركب عند البارون، تغرق ازاي دي؟ هو السبب. مين ده؟ هيثم. ياما حذرته وياما قلت له ما تحملش مراكب فوق طاقتها، دي ارواح ناس ما بيسمعش الكلام. حسبي الله ونعم الوكيل. بجد بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ذنبهم ايه بس الناس الغلابه دي؟ هنزلك يا امي. اتفضل يا حبيبي. معقوله كده؟ معقول؟ بقول لكم ايه؟ انا مش عايز حد فيكم يخاف ولا يقلق، احنا مفيش اي مسؤوليه واقعه علينا من اللي حصل. لا طم ما تخافش، احنا مش خايفين ولا حاجه، احنا بس مقهورين قوي على راحه. وانا قلت لك قبل كده ونبهتك ان الشغل بتاعك ده بالطريقه دي هتجيب لك مصايب، ومصايب كتيره قوي. بقول لك ايه؟ مش وقت الكلام ده خالص. ياما حذرتك وانت ما سمعتش كلامي، قلت لك الشغلانه بتاعتنا دي ارواح الناس فيها اهم من الفلوس يا اخي. اتكلم على قدك يا علي، وابعد ايدك، مش وقتك انت خالص. وانا مش هسيبك الا لما نتحاسب. نتحاسب على ارواح الناس اللي راح، وعلى الشركه بتاعت جدك اللي اتخطاها في الدم، ورحمه البارون ما هسيبك. وانا مش هسيبك يا علي، وهحاسبك على كل حاجه انت عملتها، بس افوق من المصيبه دي وهقعد معاك وهحاسبك يا علي. وانا مستنيك. بفضل الله يا رجال. المبلغ طلع كبير قوي، انا لو بعت كل اللي عندي مش عارف اسد المبلغ ده. كان عندك حق بصراحه، بعد الحاله اللي بقى فيها المصنع والارض حتى ما بقوش يستاهلوا. لا يستاهلوا، المصنع والارض مش شغل وفلوس، المصنع والارض قوه، اللي يملكهم يحكم الخان. انت متمسك بيهم قوي. ده مبدا، انا ما بسيبش حاجه لحد. طب في حد تستلف منه؟ هحاول، بس هما مضايقينها قوي، يعني ما ينفعش يدونا مهله او حاجه. مش هيوافقوا المره دي لان هما ادونا مهل قبل كده كتير. يعني ايه يعني؟ احنا لو ما دفعناش الفلوس اليومين دول يعني؟ هيتحدد معدل المزاد، واللي هيدفع اكتر هو اللي هيشيل، وهيتحكم في الخان. على جثتي، على جثتي ان حد يحكم الخان ده غيري. انا مش بعد كل اللي حصل لي ده هتنازل عنه لاي حد. طب هنعمل ايه بعد ما الموضوع اتقفل بالضبه والمفتاح؟ انا عندي سكه كده همشي فيها. ربنا معاك.